من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا حالياً مع الأحداث في غزة والسوشيال ميديا إنه أغلبنا بيكون عايز يتابع الأحداث ويعرف آخر التطورات، ولكن السوشيال ميديا بقت مرهقة نفسياً لكتير مننا طبعاً بسبب المشاهد المؤلمة والصعبة جداً المنتشرة عليه، وخصوصاً اللي فيها أطفال. وهنا بيبقى فيه مشكلتين، الأولى متعلقة بينا إحنا الكبار لأنه فعلا الموضوع بقى ضاغط على أعصابنا بشكل كبير قوي قوي، أما المشكلة التانية بقى متعلقة بالأطفال واللي فيه كتير منهم بيتابع الأحداث وبيظهر لهم على السوشيال ميديا مشاهد مؤلمة من اللي بيشوفوها. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم، إزاي نقدر نتابع كل الأحداث من غير ما نخلي الموضوع يضغط على أعصابنا جدا، وإزاي نقدر نفهم أولادنا ونشرح لهم اللي بيحصل عشان يبقوا عارفين القضية بشكل واضح من غير ما ده يعمل لهم طبعا حالة من الخوف والقلق. وعشان نجاوب على كل الأسئلة دي وغيرها هيكون معنا دلوقتي على زوم اللايف كوتش شيماء جلال. أهلا بيك يا شيماء. أهلا بيك. عاملة إيه يا شيماء؟ أنا كويس الحمد لله. الحمد لله. في البداية، هل فعلا كتر مشاهدتنا للفيديوهات وصور مؤلمة ممكن يأثر علينا بشكل سلبي نفسيا؟ طبعا، يعني هي دي أكتر حاجة دلوقتي مأثرة على كل الناس، سواء بقى قلق، توتر، ضغط نفسي، في ناس مش عارفة تمارس حياتها بطريقة طبيعية. طبعا كل ده بسبب مشاهدتنا المتكررة للسوشيال ميديا والفيديوهات اللي احنا بنتعرض لها كل ثانية في اليوم. فطبعا طب ايه الحل؟ ما احنا اكيد عايزين نتابع اللي بيحصل وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل وعايزين طبعا نحاول نساعد على قد ما نقدر حتى لو احنا بننشر حاجات من على السوشيال ميديا بتاعتنا، فايه الحل اللي نقدر نعمله عشان ما يأثرش علينا ويضغط علينا نفسيا لهذا الحد؟ هي في طرق ممكن تساعدنا ان احنا نقلل شويه الضغط ده علينا، منها مثلا اول حاجه ان احنا نتابع الاخبار على مراحل. يعني مش شرط ان انا علشان ابقى داعم للقضية يبقى انا طول الوقت كل ثانية في اليوم بتفرج على الاحداث وبتابع الفيديوهات بنفس سرعة حدوثها، لان هي سريعة جدا وغير متوقعة. فانا ممكن اتابع الاخبار على مراحل، وده مش هيقلل من دعمي للقضية، لان انا محتاج برضو ان انا اكون قادر نفسيا ان انا ادعم القضية. فعشان اقدر اعمل كده محتاج ان انا اتابع برضو صحتي النفسية، وده هيساعدني لو انا تابعت الاخبار على مراحل ما فيهاش اي مشكله وما فيهاش اي تقصير. قسم لنا طيب ازاي المراحل دي بتحصل؟ يعني الواحد طبعا بيصحى الصبح اول حاجه بيعملها انه يا اما بيفتح السوشيال ميديا يا اما بيفتح التلفزيون عشان يعرف ايه الاخبار. ازاي نعمل ازاي نظبط يومنا؟ هقول لك دي بقى اكبر مشكله احنا بنعملها، وكويس انك سالتيني السؤال ده لان في كام حاجه عايزه اقولها كده المفروض هتساعدنا لو عملناها اول ما صحينا من النوم. اتفضل. اول حاجه مفيش موبايل او سوشيال ميديا او اخبار لمده اول 30 دقيقه من اليوم. يعني اللي بيصحى بيمسك موبايله وبيفتح الاخبار، انا عارفه ان احنا بنبقى عايزين نطمن، بس ده بيدمر جهازنا العصبي. لان اولا انا ما ببقاش عارف انا هشوف ايه، اولا انا ما ببقاش اصلا صحيت 100%، انا بيبقى لسه مخي مش مستوعب قوي ولسه عقلي الباطن هو اللي شغال. فانا عماله ادخل له فيديوهات انا مش عارف هشوف فيها ايه، هشوف فيها عنف ولا هشوف فيها مشاكل ولا هشوف فيها ايه، وعيني كمان انا بضرها، لان انا اول حاجه صحيت انا بصيت على سكرين، دي طبعا حاجه بتضر العين جدا. فالبديل لده ان انا اول 30 دقيقه ما ببصش على الموبايل ولا الاخبار، اعمل ايه بقى؟ اقوم اخد كولد شاور او اخد شاور ساقع. ليه ساقع؟ لان ده بيعمل زي انتعاش لجهازي العصبي، فلو انا صاحي مثلا حاسس ان انا مش قادر اصلا امارس يومي ولا قادر اعمل، ما عنديش طاقه اصلا ويومي لسه ما بداش ولا حصلت اي حاجه تضايقني بس انا مش قادر، فلو انا قمت خدت دش ساقع ده هيخلي جهازي العصبي يشتغل من الاول وهيعمله زي ريسات كده، ان انا ابقى في مود نيوترال، او ان انا مش ولا انا ايجابي ولا انا سلبي، انا في مود جاهز ان انا اشتغل وجاهز ان انا انتج في يومي. فدول. وتالت حاجة ان انا اتنفس صح. يعني ايه بقى اتنفس صح؟ التنفس اللي احنا بنعمله في يومنا ده اللي هو السريع ده مش التنفس الصح. عارفة التنفس الصح بنعمله امتى غصب عننا من غير حتى ما نكون واعيين؟ امتى؟ لما بنكون بنشتغل على حاجة وفجأة خلصناها، فبتلاقي ان احنا بنعمل كده تاخدي نفس كده طويل كده. فالتنهيدة دي اصلا يعني هي بتحصل من غير ما احنا ناخد بالنا، بس التنهيدة دي بقى هو ده التنفس الصح. طب ازاي ابقى واعي واتنفس صح؟ ان انا اخد نفس من مناخيري لمدة 4 ثواني كده، 4 ثواني، واطلعه من بقي
على 6 ثواني. ومش نفس كده وخلاص، لا يعني لو انا حطيت ايدي على بطني كده احس ان هي طلعت لقدام او زي ما بنقول ايه اتنفخت كده. لان التنفس الصح بيبقى من البطن اصلا مش من مناخير. فانا لو اتنفست 4 ثواني كده احس ببطني طلعت كده لقدام لو انا حاطط ايدي عليها، وبعد كده اطلعه من بقي كده في 6 ثواني. اعمل كده لمده 5 مرات، ممكن دي اصلا قبل حتى الشاور، او لو انا اقدر اعملها في الشاور هيبقوا الاثنين مع بعض هيعملوا افكت احسن بكتير. اوكي طيب، دلوقتي في طبعا انت بتتكلمي عن النفس، وانا كنت لسه جايه لك في السؤال اللي بعديه. بنسمع كم ناس بتقول انا حاصل لي مشكله ان انا مش عارف اتنفس. يعني ايه مش عارفه اتنفس؟ بتحسوا بايه؟ بحس ان انا القفص الصدري بتاعي بيوجعني وانا باخد النفس. الناس دي ابتدى يظهر عليهم طبعا حاجات جسديه من كتر الحاجات اللي احنا بنشوفها، وطبعا كم الزعل اللي احنا عايشين فيه. ايه حل الموضوع ده؟ بصي، عايزه اقول لك ان الناس دي ممكن توصل ان هي يجي لها حاجه اسمها بانيك اتاك او انكزايتي اتاك. طبعا من كتر بيجي له ضربات قلب سريعه، مش عارف يتنفس كويس، بيحس بوجع وهو بياخد النفس. ايه اللي يحصل؟ احنا قلنا ازاي نعمل ايه علشان ما نوصلش للمرحله دي؟ طب اللي وصل للمرحله دي يعمل ايه؟ اللي وصل للمرحله دي حتى الناس اللي بيجي لها انكزايتي اتاكس بيبقى الحل ان هم يتنفسوا. فانا اولا ابقى عارف ان انا اللي انا فيه ده احساس طبيعي جدا بسبب اللي انا بتعرض له كل يوم، بسبب الخوف والقلق اللي العالم كله عايش فيه. فدي حاجه طبيعيه جدا ان انا احسها. انظمها ازاي؟ بالنفس زي ما قلت، وطريقه النفس اللي انا قلت عليها دي اصلا للانكزايتي اتاكس. وفي طرق نفس كتير قوي مختلفه، في ان انت بتتنفسي من مناخيرك 3 ثواني، بعد كده تكتميها 4 ثواني، بعد كده تطلعيها من بقك على 7 ثواني. يعني في طرق تنفس كتير قوي. الحل الوحيد للانكزايتي اتاكس دي هي التنفس. أوكي. الصح. طيب بالنسبه للاطفال ازاي نقدر نشرح لهم اللي بيحصل من غير ما نسيب ليهم اي اذى نفسي؟ طيب في طريقه دلوقتي متداوله جدا، وانا شايفه ان هي طريقه يعني فعاله جدا، هي ان احنا طبعا احنا هنتكلم معاهم ونشرح لهم، بس مش شرط ان هم يكونوا فاهمين ان احنا بنقول ايه. طبعا فعلشان نوضح لهم ده ممكن نعمل معاهم زي كده رول بلاي، او انه اكننا هنمثل حاجه. تمام، بس انا يعني هخليه يعني اكسبيرينس، او ان هو يعدي بالاحاسيس معينه، وبعد ما نخلص الرول بلاي ده اشرح له. يعني مثلا هديكي مثال، كانت واحدة من الكونتنت كريترز عاملاه ان هي ابنها صغير وهي قعدته على كرسي، قالت له الكرسي ده بتاعك. ماشي، هو مش فاهم هي بتعمل ايه، هي لسه بتجرب معاه. يعني الكرسي ده بتاعك، وفجأة قالت له ممكن تديني حتة من الكرسي بتاعك عشان انا ما عنديش مكان اقعد فيه ومش لاقية كرسي كده. فقال لها اه طبعا، فافتخر لها كده شوية وهي قعدت جنبه شوية، وبعد كده فجأة راحت زقاه من على الكرسي وقعدت هي. وطبعا كان وشها سيريس جدا وما كانتش بتهزر عشان عايزه توصل له الاحساس. فقال لها قال لها انت زقيتيني، ده الكرسي بتاعي. فقالت له لا، ده الكرسي بتاعي انا. قال لها لا، وحاول يزقها كده، وهي بقى مديها وش جد جدا وبتزقه كده، لا ده الكرسي بتاعي وكذا كذا. بعد كده سالته انت حسيت بايه؟ قال لها حسيت ان انا كان عندي حاجه بتاعتي واتخذت مني. فقعدت بقى تشرح له ان ده اللي بيحصل في العالم، وقعدت تشرح له ان ده اللي الناس بتحس بيه، وقعدت تشرح له طبعا وجهه النظر الصح، وده بيشوف الموضوع ازاي وده بيشوف الموضوع ازاي. فساعتها هو مش بس انا قلت له كلام فهو ما استوعبوش، لا انا حطيته في الموقف وشرحت له ايه اللي حصل. وبعد كده بعد ما حس الاحاسيس دي فهمته بقى ده ايه. فدي طريقه فعاله جدا ممكن الاهالي ان هي تستعملها مع اولادها. طيب في ناس على السوشيال ميديا قالوا ان اولادهم اعمارهم 14 ل 16 سنه ومتابعين جدا للي بيحصل، بس ابتدى يجي لهم كوابيس اثناء النوم. ازاي الواحد يتعامل مع الحاله اللي زي دي؟ خصوصا ان في كمان جزء تاني من السؤال حصل لي انا شخصيا، ان في اطفال صغيره ابتدوا يبقوا عايزين يناموا جنب اهاليهم تاني في السرير. لو سمحت ماما او بابا افتحوا لي النور بتاع حاجه بره عشان مش عايزه انام في الضلمه. نتصرف ازاي في الموضوع ده؟ اول ستيب خالص ان انا اتقبل ردود افعال جسمي. يعني لو انا حاسس ان انا ابتديت اتشنج مثلا، او ابتديت لا انا عايزه انام جنب ماما زي ما قلتي، او انا عايزه انام والنور مفتوح،
اتقبل ده وما انتقدش نفسي عليه، ولا الاهل على فكره يحاولوا يعني يمنعوا حاجه زي كده، لان ده رد فعل طبيعي للي بيحصل، او ده رد فعل ابني كجسمه بيعمل الرد الفعل ده. فاول حاجه ان انا اتقبل. تاني حاجه انه مهم قوي ان الاب او الام والابن يعملوا كده مع بعض زي اجريمنت، او زي كده موافقه مع بعض، ديل مع بعض، موافقه مع بعض انه احنا محتاجين نحدد وقت معين للسوشيال ميديا في اليوم. مش يعني هما الولد او البنت بقى هما اللي يقترحوا الوقت ده، لان هما لما يقترحوه هيبقوا قادرين ان هما او عايزين ان هما ينفذوه اكتر. يعني لو الام مثلا قالت انت مش هتفتح السوشيال ميديا غير ساعه واحده في اليوم، هو ممكن لا انا هفتحها عادي من وراها وهعمل اللي انا عايزه. بس لو هي سالته طيب انت شايف ايه الضغوط النفسيه اللي انت بتتعرض بيها بسبب تفرجك كتير على السوشيال ميديا كل يوم، هيقول لها مثلا انا ابتديت احس بقلق، انا ابتديت احس بواحد اتنين تلاتة حاجات سلبيه، طيب انت شايف نقدر نعمل ايه؟ هو بقى هيقترح حلول. هو ممكن يقول انا شايف ان انا مش قادر اتفرج على الفيديوهات اكتر من كده، طيب فتعالى نعمل وقت معين نحدده مع بعض في اليوم نتفرج فيه على السوشيال ميديا، تحب الوقت ده يكون قد ايه؟ هو اللي هيقول. هو لو هو اقترح حلول تانية، لان هو خلي بالك هو اللي هيقترح حلول مناسبه ليه هو، فلو هو اللي اقترحها هيعمل. هو هيبقى عايز يعملها. بشكرك جدا يا شيماء على مداخلتك معايا.